حول هذا الملتقى معي موفدنا محمد السليمي من جدة. أهلا بك محمد، الكلمة لديك، هل من جديد في الملتقى هذا اليوم؟ ولعل السؤال الأبرز، هل من طرح امتياز تجاري من قبل الشركات المحلية؟ مساء الخير محمد، بالطبع في جديد اليوم وأيضا بكرة آخر أيام الملتقى، لكن اليوم محمد ما حدث في الملتقى وأبرز الأجندة المطروحة هي العمل على ورش تدريبية وتكثيف الحلقات والمحاضرات من قبل الخبراء القانونيين تحديدا والمستشارين لتدريب من يريد منحهم لعلامة تجارية أو امتياز تجاري، كيفية التعامل مع الامتياز التجاري سواء محل صغير في مركز تجاري أو ركن أو ربما يكون كشك أو حتى عربة متنقلة أيضا. وهذه الأشكال التي يتم تمويلها من قبل بنك التنمية الاجتماعية. وجود أكثر من 800 مانح امتياز عالمي يعني وجود أكثر من 800 فرصة امتياز في المملكة العربية السعودية. لا أود أن أطيل عليك أخي محمد، لكن اسمح لي أن أستطرد أكثر مع ضيفي من بنك التنمية الاجتماعية مدير برنامج الامتياز التجاري الأستاذ سيف. أهلا بك أستاذ سيف. أول شيء نشكر لكم حضوركم وتقديمكم لمعرض الامتياز التجاري. شكرا لك. أريد أن أتحدث تحديدا عن الاتفاقية المهمة التي وقعتموها يوم أمس بينكم بنك التنمية الاجتماعية وبين منشآت، ما هي هذه الاتفاقية؟ كما تعلمون دور البنك في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبنك يقوم على خلق شراكات مع جهات ذات العلاقة في الامتياز التجاري. مساهمة الامتياز التجاري في الناتج المحلي تحقيق لرؤية المملكة 2030. وقع البنك مع منشآت بحضور سعادة مدير عام البنك ومحافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تقوم على دعم قطاع الامتياز التجاري من خلال أن تقوم منشآت في تأهيل وتقييم العلامات التجارية وتأهيل وتدريب الأفراد والشباب للحصول على امتياز تجاري. ودور البنك في الاتفاقية يكون في تقديم التمويل للأفراد. جيد، حدثني عن الدعم المادي تحديدا، كم تقريبا يصل الدعم المادي الحد الأعلى؟ نعم، البنك داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولديه عدة مسارات. البنك الآن فعليا أطلق مسار خاص للامتياز التجاري، مسار جديد في البنك، يصل التمويل عندنا في البنك إلى 1.5 مليون تمويل شو اسمه الامتياز التجاري، مشاريع الامتياز التجاري. الحد الأعلى 1.5 مليون، لكن الحد الأدنى كم تقريبا؟ احنا نستهدف جميع التكاليف، سواء مشروع يكلف 300,000 أو 200,000 أو 150,000 إلى أن يصل إلى 1.5 مليون. ويتم على مراحل؟ نعم، يتم تقديم الدفعات على مراحل على حسب الدراسة المقدمة من الشركة. الشركة هي التي تقوم بعمل الدراسة وعمل التكاليف كاملة وكذلك طريقة الدفعات للشاب. أستاذ سيف الفرفود مدير برنامج الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. أعود إليك محمد، أعلم ضيق الوقت الآن، سأتواصل معك بإذن الله في النشرة اللاحقة بعد 9:30 إليك. نعم، موفد الإخبارية محمد السليمي، أشكرك جزيل الشكر، والشكر أيضا لضيفك الكريم أن كنت معي في هذه النشرة.